تيجي نخش على الاهلي والوداد؟ يلا بينا. يلا بينا. ولا عايزين الاهلي وفاركس ستيف الاول؟ اللي انت عايزه. طيب لو فاركس ستيف يعني مباراه كانت شبه تحصيل حاصل يعني الامور المنتهيه، بس ممكن تاخد منها وتودينا على مباراه الوداد. الاهلي جاهز لمباراه الوداد؟ الاهلي افضل فنيا من الوداد؟ الاهلي النهارده دل انه احسن من الوداد ولا لسه عندك قلق في اي شيء؟ لا هو مباراه النهارده بالنسبه لي كريم مش دلال على اي شيء خالص. طب مباراه اصلا الاهلي متقدم فيها باربع تجوان، في الدقيقه 2 بقى الاهلي متقدم 6 جوان، يعني هو في خاص في ملعبك 6 جوان. فاي لاعب في اي فرقه في التاريخ هيبدا تركيزه يقل غصب عنه. أيوة. وهيبدا يتراخي. ماشي، وارد ان انت تشاف او تشد اللعيبه بعد الماتش على التراخي ده، بس من غير ما تكبر الموضوع عن حجمه. برافو عليك. يعني هي مباراه في رايي تحصيل حاصل، ما حصلش اي حاجه. بالظبط. الاهلي رجع في النهايه، الاهلي خرج منها من غير ما يكون مهزوم، بس وموضوع بسيط جدا. الاهلي مخلص نفسه. لو في حاجه بس انا بالنسبه لي مشكله في الاهلي النهارده هي ان اللعيبه المجهده ما خرجتش بين الشوطين. برافو عليك. يعني مش طين علي معلول، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم. وانا بفهم ماتش يا اخي خرج علي معلول، ده الراجل بيصرخ. وفي ياسر ابراهيم الراجل مشت رجله بيصرخ. بالظبط. وياسر ابراهيم وخرج مصاب. طبعا الحاجات دي يعني اللعيبه دي كانت تخرج بين الشوطين وتدي بقى فرصه اللي انت عايز تديله فرصه. صح. وخلاص الموضوع منتهي على كده، مفيش حاجه يعني في الماتش لا تدي رساله لحد ولا هي هتدل ان الاهلي مش جاهز للوداد. لا خالص، الاهلي والقاره كلها عارفه الاهلي داخل الماتش ده ومش عايز حاجه من الدنيا. صحيح. ماتش بسيط. الوداد بقى يقلق ولا ما يقلقش؟ نخاف منه ولا ما نخافش؟ والله هو فرقه صعبه القرايه قوي يا كريم، لان يعني هم من اكتر الفرق اللي شفتها في دوري ابطال افريقيا السنه دي اللي بيغيروا الخطط بتاعتهم. يعني هم بينوعوا الخطط ما بين 4-2-3-1، بيلعبوا 4-1-4-1، 4-4-2 او 4-4-1-1. عندهم مرونه كمان في مراكز اللعيبه، يعني في عندهم كذا لعيب بيلعب سواء جناح او ممكن يلعب مهاجم تاني جنب المهاجم بتاعهم زي ايمن الحسوني. نرى دلوقتي التشكيلات والطرق اللي يعني الصور اللي احنا هنعرضها دلوقتي يا كريم بتتكلم عن اخر اربع مباريات للوداد في دوري ابطال افريقيا، سواء ماتشين قبل النهائي بتوع بيترو اتلتيكو او الماتشين اللي قبلهم بتوع شباب بلوزداد. هنا مثلا لما نيجي نبص على تشكيله اللي هي تحت في الصوره، تشكيله الوداد قدام شباب بلوزداد، هنلاقي ان هم لعبوا بطريقه 4-4-2. تمام. ايمن الحسوني هو المفروض اللعيب رقم 10، اللعيب البلاي ميكر بتاعهم، لاعب مهاجم تاني جنب المهاجم بتاعهم جاي مبنزا. هما ما بيغيروش قوي في ثنائي خط النص بتاعهم. هما ثنائي خط النص بتاعهم يحيى جبران، واحد من اكتر اللعيبه اللي بتحرك الفرقه ولعيب دينامو بالنسبه للفرقه، وكمان هداف وبيحرز اهداف، وجلال الدودي اللي بيلعب ارتكاز جنبه وهو بيبقى دوره دفاعي. عمل مباراه وحشه قدام بيتكو. عمل مباراه وحشه. كان عامل مباراه وحشه، بس في نفس الوقت هو اللي كان بيحرر يحيى جبران في ماتشات كتير، منهم ماتشين الزمالك، سواء ماتش الوداد او مباراه اللي اتلعبت في استاد القاهره. الفرقه في المجمل فرقه يعني مكامن الخطوره بتاعتها مش مركزه في المركز المهاجم، او يعني كمان عندهم الاجنحه بتاعتهم، عندهم ايمن الحسوني، عندهم اربع عناصر مميزه قوي، كل واحد فيهم كان ليه دور في مشوار الوداد بتاعهم. سواء طبعا تكناوتي واحد من افضل حراس البطوله واللي كان مؤثر جدا حتى كمان في مباراه امبارح، حتى وهي يعني المباراه بعيده قوي، في كره صعبه جدا شالها في اخر المباراه كانت ممكن توتر الاجواء جدا. ايمن الحسوني اتكلمنا عليه، لعيب كرييتيف في نص الملعب ويقدر يحرك الاجنحه او المهاجم اللي جنبه. امين فرحان كمان المساك بتاعهم اللي بيحرز من كور ثابته كتير. عندهم سهير المترجي، ده جناح يمكن شبه ثابت، وهم عندهم الحته دي فيها وفره شويه. صحيح. حته الاجنحه عندهم اكتر من بديل، يمكن مؤيد اللافي دي ممكن تكون ميزه بالنسبه للاهلي ان هو مصاب مش هيكون موجود حتى كمان كبديل، بس عندهم يعني عندهم بديع اوك، واحد من اللعيبه الاجنحه المميزه جدا، بيفكرنا بمحمد ونجم وقت الوداد، وعندهم رضا الجعدي برده لعيب كويس قوي. طبعا بنزا المهاجم بتاعهم، مهاجم كونغولي صغير في السن، مواليد 2000، مهاجم قوي جدا بدنيا، مهاجم اللي هو التسعة الافريقي اللي هو بيهد الدفاع. بس النادي الاهلي مع الثبات محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم هيقدروا جدا يتعاملوا، مش هنلاقي زياده هجوميه كبيره قوي، مش هنلاقي مبادره من الوداد. فهم ميزتهم الاساسيه مرونه خططيه، عندهم بدلة في كذا مركز، عندهم مكان من خطوره كتير، بس في نفس الوقت ليهم نقط ضعف. طيب الوداد هيلعب على ارضه، هيلعب وسط جمهوره وفريق محترم. لو انت حطيت درجات بين الاهلي والوداد، شايف الاهلي يفرق عن الوداد بكام درجه؟ بص يا كريم، الوداد فريق
كويس ولكنه عنده نقطة قوة، عنده نقطة قوة واضحة جدا، أقوى نقطة قوة هي ضربة الثابتة. مظبوط. في نفس الوقت هي أكبر نقطة ضعف عنده. ضربة الثابتة في الحالة الدفاعية عنده مشاكل فيها كبيرة جدا. صح. يحيى جبران لعيب كويس جدا ولكن لعيب مزاجي. فلو ضغطت عليه وضغطت على قلبين الدفاع، يعني زي ما الأهلي عمل قدامه في قصيف، انزل ما تديلوش فرصة، أو زي ماتش الرجاء كمان ديش فرصة إن هو يكون يدي فعل. انت لازم تبدا من اول كوره. امبارح عمل كره، انا فاكرت على المباراه كويس، عمل كرات عرضيه بعدد كبير، ما ماشي الرقم بالظبط بس عمل كرات عرضيه كتير على الوداد. بالظبط. ده استغلال نقطه الضعف اللي انت بتتكلم عنها. رقم دي رقم اتنين. رقم تلاتة ان هم فرقه رتمها مش عالي. يعني فرقه الوداد مش فرقه هترفع عليك الريتم وتلاقي هجمه واتنين وتلاته وعشرة، مش هتلاقي طوفان في الماتش حتى بيلعب في ملعبه، ودي شفناها في اكتر من لقطه. النقطه او دايما الحاجه اللي هتكون حاجه فاصله، طبعا احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل لحد ما يوصل الفاينل والحكم والماتش هيتلعب ازاي وكل حاجه، بس النقطه الفاصله دايما الاهلي هيبدا ازاي. الاهلي لو بدا زي ماتش الرجاء، زي ماتش افاق الصيف اللي في القاهره، زي ماتش الهلال السعودي في كاس العالم للانديه، الاهلي يقدر يكسب الماتش ده. بس كنت بقول نفس الجمله دي للكابتن احمد السيد، الاهلي يقدر يكسب الماتش ده. اديني رجاء وهلال، الشكل بتاع الرجاء والهلال اقول لك ان الاهلي هيكسب المباراه. وانا مش مع فكره انه يبدا المباراه متحفظ، بالعكس انا رايي انه يبادر ويخوف ويخض اللاعبين والجماهير اللي هتبقى موجوده في المدرج. دي طبعا هتبقى مش سهله طبعا، طبعا لازم تبقى اعداد من قبلها. انت تنزل هتلاقي الملعب غالبا متقفل، ما اعرفش لسه الموضوع هيمشي ازاي والتذاكر والكلام ده كله، هتلاقي غالبا الملعب متقفل. انت مشحون ان انت الملعب ضدك والفرقه ضدك ومتوقع ان الحكم يبقى ضدك، فدي كلها حاجات هتصعب الدنيا شويه على موسيماني. مهما تحلم، مهما تحلم جماهير الوداد هتبقى اكتر بكتير من جماهير. طبعا مفيش خلاف. يعني طبعا هنقعد يعني هنقول الجمل الحلوه اللي هي بتاعت 50 50 وسيب الكراسي فاضيه كل ده هيبقى هو في النهايه الكاف قال ما فيش، لو الاهلي ما قدرش يبيع تذاكره الكاس مش هتبقى فاضيه بكل بساطه. فده بعيدا عن الاهلي في رايي، وده مش علاقه بالوداد، الاهلي اتعرض لظلم واضح في قصه النهايه ده، وده مش علاقه بالوداد. يعني انا بقول الاهلي اتظلم طبعا، انا بتكلم عن الاهلي بشكل واضح. ودي في رايي انها حاجه بدايتها من عند اتحاد الكوره، اخطا في البدايه في التعامل مع الازمه دي، كان لازم يكون الموضوع ده ماشي من بدري. ولكن على ارض الملعب بقى انا رايي ان الاهلي يضغط بكل الطرق اللي هو شايف ان هو يقدر يضغط بيها، ما عدا الانسحاب. يعني طلع الانسحاب من الحسابات، اي شيء تاني عايز تضغط بيه اضغط بيه.